إذن أعزائي المشاهدين، نذهب بكم إلى مزيد من التحرش تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الطرف الفلسطيني، وبعد قصة الأناروا وبعد قصة حجب أموال مستشفيات القدس، اليوم الحديث عن إغلاق مكتب منظمة التحرير في الولايات المتحدة الأمريكية، الحديث عن مجمل هذه التحرشات، مآلاتها وأهدافها وإغلاق المكتب. معنا على الهاتف الدكتور أحمد سعيد نوفل، أستاذ العلوم السياسية الأردني المعروف. دكتور أحمد سعيد، مساء الخير دكتور أحمد. أهلا بك، سعدت مسائك. اشتقنا لك واشتقنا لهذا الصوت، ميت أهلا وسهلا دكتور أحمد. تسلم، أهلا بكم دائما أهلين. يعني في أي سياقات تضع هذا التحرش الأخير المتعلق بالمكتب، كيف يراه دكتور أحمد؟ يعني هو إذا أخذنا بالطابع الشخصي، أنت تتوقع الأسوأ دائما من الرئيس ترامب. نعم. يعني كلما فكرنا بأنه هذا قمة السوء تصدر عنها وسلوك عن هذا الرئيس، تأتي تصرفات أخرى فيما بعد أضحت ما قبلها، وبالتالي توقع الأسوأ. يعني الرئيس الأمريكي إن كان على الصعيد الداخلي أو على الصعيد الخارجي، ومن بصير مع القضية الفلسطينية، هو عمل مشكلة مع الاتحاد الأوروبي، عمل مشكلة مع الصين، مع روسيا. نعم. هذا الآن هذا الرئيس يعني يتصرف بحماقة بطبيعة الحال، من دون أخذ بعين الاعتبار يعني انعكاس ذلك على الشعوب الأخرى. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، يعني لم يتبقى في الواقع سوى أن يمنع الأكسجين عن الشعب الفلسطيني، ولو يستطيع ذلك ممكن يفعلها. نعم. يعني بمعنى يعني الآن هو يصير في ضمن هذه العقوبات على الشعب الفلسطيني، كانت بالنسبة للأنروا أو نقل السفارة أو تقليص الدعم للضفة الغربية إلى آخره. الآن يعني إغلاق السفارة أو منظمة التحرير الفلسطيني في العاصمة الأمريكية. ماذا بعد ذلك؟ يعني هل يستطيع أن يصير قنابل نووية لإبادة الشعب الفلسطيني؟ يعني هذا ممكن يأتي فيما بعد. بالطبع الجواب لا، لكن بمعنى ما دام لا يوجد عقاب او لا يعني من يقف امام هذا يعني هذا السلوك الاهوجي لساكن البيت الابيض من قبل الدول العربيه ومن قبل الانظمه العربيه، ان تقول له ان القضيه الفلسطينيه قضيه مقدسه لدينا كانظمه عربيه كشعوب عربيه، فهو مستمر بهذا التوجه. انا واثق انه لا يوجد، يعني لا استطيع ان اقول انه لا يوجد يعني دوله عربيه او زعيم عربي يستطيع ان يقول كفاك يا ترامب وهذه الممارسات لا تسيء فقط للشعب الفلسطيني، تسيء للشعوب العربيه ككل. يعني القضيه ان كانت مرتبطه بالاماكن المقدسه بالقدس او بنقل السفاره او بمثل هذا السلوك اللا انساني على ضد الفلسطينيين، هذا بالطبع يسيء لصوره الولايات المتحده لدى الشعوب العربيه، ويؤثر ايضا على الدول العربيه التي تدعمها الولايات المتحده. هذا من ناحيه. من ناحية ثانية يعني نعم. أنا أرى بصراحة يعني أنه القضية الآن أصبحت واضحة المآل. يعني كما كان صورة الولايات المتحدة في السابق أن دولة ديمقراطية وتمثال الحرية وحقوق الإنسان ومثل هذا سقط. يعني بالسابق كان لما تتحدث عن الولايات المتحدة الناس أو الدول أو الشعوب تنظر لها نظرة إيجابية، لكن الآن الوجه الحقيقي للولايات المتحدة ظهر، هذا الأقلي يعني أمريكان، الوجه البشع للإدارة الأمريكية هي الولايات المتحدة على حقيقتها. علينا من هذا المنظار أن ننظر لتصرفات الرئيس الأمريكي، لأنه بصراحة أن لا أنظر كشخص ترامب، أنظر كل أمريكي شارك في انتخاب هذا الرئيس الأهوج وجاء به إلى البيت الأبيض. يعني هناك سلوك آخر لدى الأمريكان بالواقع بالنسبة لمثل هذه القضايا. طيب من الصعب أن يعاد انتخابه، لكن بالنسبة لقضية الفلسطينية، يعني هل كنت أتوقع أن ترامب يكون أفضل من رؤساء السابقين؟ يعني من تاريخ الولايات المتحدة، لكن في نفس الوقت هنا هذا أفضل للشعوب العربية. ارتعي جيدا أن من كان يراهن على أن الولايات المتحدة سوف تقف مع حقوق الإنسان والشعوب وأنها دولة تبحث عن الديمقراطية بالمفهوم الغربي للديمقراطية للشعوب العربية، هذا أحرج المواقف العربية التي كانت ترى أمريكا حال نزيها، صحيح؟ بلا شك. يعني فعلا يعني أن الولايات المتحدة يعني كان ببعض الليبرالية في الوطن العربي تتحدث أن الوجه المشرق الوجه الإيجابي للولايات المتحدة، لا، ها هي من يتعلق بالأوهام. على الجميع أن يعي جيدا أن ها هي الولايات المتحدة، هذا الوجه البشع للإدارة الأمريكية.
في تعاملها ليس مع الشعب الفلسطيني فقط بل مع الشعوب العربية مع شعوب العالم كله. يعني منذ جاء إلى البيت الأبيض حقيقة هناك تخبط في هذا السلوكيات يعني الرعناء، السلوكيات التي لا تدل سوى على أساس أن هذا ينظر للقضية الفلسطينية وقضايا العالم قضية بزنس، يعني قضية تجارية، إن هو ينظر بهذا الشكل إنه يريد هو دائما أن يربح بتصابي عن انعكاس ذلك على الطرف الآخر. يعني إحنا بنعرف البزنس دائما في شخص يربح شخص يخسر، هو يريد دائما أن يربح صح. على حساب الآخرين. في هذا التجارة الآن الرئيس الأمريكي فشل في هذا التوجه. لكن هل هذا يؤثر يعني من غرفة مكتب منظمة التحرير في واشنطن، هل هذا يؤثر على القضية الفلسطينية؟ يعني ماذا كانت تفعل وجود مكتب للمنظمة في العاصمة الأمريكية؟ هل تغير سلوكيات يعني زمن أوباما وما قبل أوباما؟ هل كان هذا المكتب بمثابة يدافع أو له ثقل كبير في الساحة الأمريكية؟ أنت ترى لم يكن مؤثرا، لم يكن أكثر من سفارة شكلية يعني. أحسنت عزيزي، فعلا لم يكن مؤثر، يعني كان وجوده وعدمه يعني ممكن يكلف ميزانية منظمة التحرير أو الشعب الفلسطيني أضعاف مما كانت نتائج إيجابية. إذا أنا لا أعتقد أن مثل هذا التوجه يعني أنه يؤثر بشكل كبير على القضية الفلسطينية، على استمرارية نضال الشعب الفلسطيني، وأيضا كشف حقيقة الموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية بالتعاون مع الكيان الصهيوني ضد الشعوب العربية. كل هذا الآن أصبحت العملية يعني اللاعبين أصبحوا يلعبون فوق الطاولة، ولم يعد هناك بالخفاء، ولم تعد هناك أي دولة عربية الآن تستطيع أن تقول بأن والله الولايات المتحدة هي هذه الدولة التي من الممكن أن تكون وسيط نزيه لحل قضايا الشعوب بما فيها القضية الفلسطينية. الآن علينا أن نبحث عن بدائل. هنا سؤال لابد أن يطرح. الآن أمدان الولايات المتحدة كشفت عن وجهها البشع تجاه القضية الفلسطينية، ماذا علينا أن نفعل؟ يعني أن ننكر فقط الولايات المتحدة بهذا المنظار وننتقد من بعيد، أم هناك أيضا من الممكن أيضا للشعوب العربية لها أيضا أوراق رابحة تستطيع أن تضغط على الأنظمة العربية من أجل أن تضغط على الدار الأمريكية كفانا يعني بهذا كفى الولايات المتحدة هذه التصرفات اللا إنسانية اللا أخلاقية في سلوكيات الرئيس الأمريكي، وهو بطبع كما قلت لا يتحدث عن شخصه ويتحدث عن تيار قوي، يعني نائبه أكثر فتاحة وأكثر دناءة بالنسبة للقضية الفلسطينية من أوباما. ولهذا يعني عندما يعني تحدث الآن على أساس أنه القضية مرتبطة، بعض يراهن أنه من الممكن أن يتغير الرئيس الأمريكي وخلال عامين ويأتي نائبه. نائبه سيكون أكثر فتاحة، أو يعني هذا من الإنجليين الصهاينة. صحيح. يعني ممكن يؤذي أكثر مما يؤذي الرئيس الحالي. نعم. القضية الآن علينا نبحث بدائل. أنا باعتقاد أن لا الولايات المتحدة ولا أي دولة في العالم تستطيع أن تؤثر في عادات القضية الفلسطينية في استمرارية نضال الشعب الفلسطيني. نعم. طب هذا يقودني لسؤال مهم دكتور أحمد. البعض يرى أن هذه الإجراءات العقابية جاءت بعد قضية نقل السفارة، بعد الموقف الفلسطيني الذي أغلق الباب بوجه كوشنير والفريق، وجاءت بعد ذلك العقوبات تتالت، قصة 200 مليون في الضفة الغربية، قصة الأنار و 365 مليون، اليوم قصة 25 مليون مستشفيات القدس، واليوم يتحدثون عن إغلاق المكتب. هل تعتقد أن الإدارة الأمريكية باتت على قناعة تامة بدون شريك فلسطيني لأن يكون هناك صفقة قرن، بدون شريك فلسطيني لأن يكون هناك يعني تصفية للقضية الفلسطينية؟ يعني حدثنا عن قيمة هذا الرافض الفلسطيني ووزنه. يعني هذا القضية الفلسطينية حقيقة يعني إذا يعني تجاوزنا السلبيات التي من الممكن تكون القيادة الفلسطينية ارتكبتها في الفترة الماضية، لكن في نفس الوقت أنا باعتقادي من الممكن أن نقول أن الكرة ما زالت بالملعب الفلسطيني. يعني الشعب الفلسطيني قادر على إفشال مثل هذه المؤامرة أو مثل هذا المخطط، بلاش مؤامرة، المشروع الأمريكي. هل تستطيع الولايات المتحدة أن تفرض على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بالضبط حتى بالشتات هذا الأسلوب الأهوج باتجاه القضية الفلسطينية؟ يعني فلينقل السفارة. هل يعني بمعنى بصراحة هل نقل السفارة قلل من قداسة القدس تجاه الشعب الفلسطيني أن تكون عاصمة لفلسطين، أو هل قلل وقف 25 مليون لدعم المستشفيات في القدس
أنه من الممكن يقلل هذا من إمكانية استمرارية دعم هذا المفروض أن يحدث من دعم الشعب الفلسطيني في القدس تجاه صمودهم في الأقصى وفي الأماكن المقدسة في الأراضي الفلسطينية. بمعنى يعني فليكن هذا الجانب حافز لدى الشعب الفلسطيني والشعوب العربية لكي تأتي. كنا تايهين يعني كنا البعض ما زال ينظر على الولايات المتحدة هي المنقذ الأعظم لقضايانا. وكنا نسمع السادات يقول 99% من القضية من القضايا العربية في يد الولايات المتحدة. هاي الولايات المتحدة فشلت فشلا ذريعا في حل القضية الفلسطينية ما دام هناك إنسان فلسطيني يناضل ومستمر المقاومة بهذا التوجه. أعتقد لا الولايات المتحدة ولا أي قوة في العالم تستطيع أن تزحزح من إيمان الفلسطينيين بعد ذلك قضيتهم باستمرارية. إذا الرفض الفلسطيني ورقة رابحة بغض النظر عن ضعف الطرف الفلسطيني. بلا شك. هلا احنا نمر بفترة يعني ضعيف، لكن بالمقابل على القيادة الفلسطينية أن تعي جيدا أيضا أن تغير من سلوكياتها تجاه قطاع غزة، تغير من سلوكياتها تجاه التنظيمات الفلسطينية الأخرى، وأن لا تحتكر القرار الفلسطيني في يد سلطة واحدة. صحيح. الآن هناك مؤامرة على الشعب الفلسطيني، وبالتالي أخي العزيز لابد أن تعد القيادة الفلسطينية في رام الله أن الجميع مهدد، الجميع يعني سوف يدفع ثمن غالي. الآن الأوان لمد اليد بدل ما يجي القيادة الفلسطينية في رام الله تعمل حوار مع الإسرائيليين كانوا في الكنيسة أو بين قوسين اليسار الإسرائيلي، عليها أن تبدأ في حوار مع حركة حماس، حوار مع التنظيمات الفلسطينية أخرى من أجل الخروج من هذا المأزق في الساحة الفلسطينية. أن لا تبقى تنظر وتقول بأنها هي ضد يعني التوجه الأمريكي، ضد الموقف الأمريكي وصفقة القرن، وفي نفس الوقت تستمر بحصار قطاع غزة. هذا الشيء لا يجوز، عليها أن تتراجع عن هذه السياسة، وأيضا تحاول قدر إمكان حركة حماس أن تقف، يعني كلاهما سوف يدفع الثمن، والقضية الفلسطينية أيضا ستدفع الثمن والشعب الفلسطيني أيضا. بهذه الحالة هذا حافز للجميع من أجل أن تتغير المواقف والجميع يتفق حول مشروع وطني واحد. الشعب الفلسطيني الآن يعاني الأمرين لأنه لا توجد له قيادة في رام الله تستطيع أن تتحمل هذا العبء الكبير على القضية الفلسطينية. الآن يعني مجلس مركزي ينعقد ويفترض وقف التنسيق الأمني مع العدو، ونفس اليوم تبدأ التنسيق الأمني يستمر. لا يجوز، يعني هذا أيضا لا يجوز أمام المخطط الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية أن نستمر بالتنسيق الأمني مع العدو، وفي نفس الوقت هذا التنسيق الأمني لا يخدم الشعب الفلسطيني. المستوطنات مستمرة، التهويل مستمر في القدس، وفي نفس الوقت نتحدث على أساس أن هناك في مصالحة فلسطينية. أيضا على حركة حماس أيضا أن تتراجع بعض المواقف التي من الممكن نقولها متشددة هنا وهناك، لكن القضية الآن بحاجة إلى إعادة المشروع الوطني الفلسطيني، البحث من جديد وإشراف الجميع. لا يجوز تنظيم واحد أو تنظيمين فقط هما يعني يتحدثان التنظيمات الأخرى والقرار يكون في يد تنظيم واحد. لا، لابد الجميع يشارك في صنع هذا القرار، وإلا حقيقة القضية كما يقال قضية في خطر، هي دائما قضيتنا في خطر. لكن في نفس الوقت أنا باعتقادي ما زال هنا أمل كبير، لأنه هذا المشروع الأمريكي سوف يفشل كما فشلت مشاريع أمريكية وغير أمريكية في 70 سنة الماضية، فشلت إن كانت بالنسبة لتوطين اللاجئين أو بالنسبة لقضايا أخرى لها علاقة بالقضية الفلسطينية. نعم، وأنا بدوري بدي أشكرك شكر جزيل على وقتك وعلى كل هذه المعلومات وهذا التحليل الراقي المتقدم. شكرا لك الدكتور أحمد سعيد نوف، الأستاذ العلوم السياسية المعروف. شكرا دكتور. إذن أعزائي المشاهدين، حاولنا أن نذهب بجزء باتفق، واتفقت أنا والدكتور أحمد سعيد نوفل على أن الفلسطيني مهما كان ضعيفا قوته بضعفه برفضه، قوته بأنهم يحتاجون إلى موافقته. يعني إذا ما هزش رأسه وقال آه، كل الدنيا ما بتقدر إنها تفرض إطار حل على الفلسطينيين، حتى لو سياسات الأمر الواقع كانت إيش ما كانت، هذه تضعف التفاوض الفلسطيني لكن لا تضعف الرفض الفلسطيني. يستطيع الفلسطينيون خلط الأوراق إذا ما قالوا لا. وباعتقادي أن الضغط على الفلسطينيين بهذا الشكل وعلى محمود عباس وعلى السلطة يعني يأتي من هذا الإطار. وبتمنى أنه طرفي النسر الفلسطيني جناحيه يعوا أنه يعني حتى لو اختلفوا أن لا يكون أحدهما ضاغط على الآخر، بس يعني هذا اللي أنا بتمناه، ألا يوظف أحدهما، يستثمر بطريقة مباشرة وغير مباشرة، مقصودة وغير مقصودة، أنه يكون ضاغط على الآخر، لأن المشروع الوطني الفلسطيني كما أشار الدكتور أحمد سعيد نوفل بحاجة إلى تصميغ
بحاجة إلى إعادة إنتاج، بحاجة إلى إعادة إحياء بشكل جديد، بشكل جديد يتوافق مع القوى الجديدة الموجودة على الساحة الفلسطينية ومع الحالة الإقليمية ومع الظرف الفلسطيني ومع طبيعة الانحياز الأمريكي السافر الأيديولوجي تجاه الإسرائيلي على حساب الفلسطيني. إذن حاولنا أن نقف عند هذه المسألة، سنتواصل معها إن شاء الله في قادم الأيام، فالقضية الفلسطينية في وجداننا ربما حتى التحرير. نذهب إلى وقفة قصيرة ثم نعود.